السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة الحسن وتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، تتعلق بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في أبيدجان وبالعلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم في مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي معالي علي كوليبالي وزير التكامل الإفريقي في جمهورية ساحل العاج. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 40 لسنة 2017 القاضي بتعيين سعادة منصور إبراهيم المنصوري مديرا عاما للمجلس الوطني للإعلام. شغل المنصوري منصب مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة في مايو 2015، وعمل منذ توليه إدارة المجلس على تطوير الأداء والارتقاء به بما يتلائم مع رؤية دولة الإمارات ومواكبة مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يحقق توجهات مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني جراء سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية يوم الثلاثاء أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. استقبل معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بحضور سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيسة المجلس وعدد من أعضاء المجلس الذين قدموا إلى إمارة رأس الخيمة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المجلس لمختلف إمارات الدولة للوقوف على أهم الإنجازات فيها. تم خلال اللقاء استعراض العديد من المواضيع والقضايا التي تعنى بتقديم أفضل الخدمات للمواطن وكل المقيمين على أرض هذا الوطن الطيب وتوفير أسباب الراحة والكرامة والعيش الكريم لكل أفراد مجتمع دولة الإمارات. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي المدارس والجامعات الفائزة بمسابقة بالعلوم نفكر والتي نظمتها مؤسسة الإمارات في مركز دبي التجاري صباح اليوم. وقد شاهد سموه والحضور عرضا مصورا تضمن التعريف بالمسابقة في دورتها الخامسة وأهم المشاريع المبتكرة التي فازت بها لهذا العام وتاريخ تأسيس المسابقة التي تهدف إلى تحفيز شباب الوطن ودعمهم لتفجير مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية من خلال المشاريع المبتكرة التي يتقدمون بها للدخول في المنافسة. تحدث معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات في الحفل مؤكدا أن قيادتنا الرشيدة ترعى الشباب من أبناء وبنات الوطن في شتى الميادين وعلى مختلف الصعد خاصة الشباب المتميزين والمبدعين في مختلف تخصصات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينهم من صقل مواهبهم ودخولهم لمرحلة جديدة في حياتهم التعليمية ومسيرتهم نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي ليس محليا وحسب بل على مستوى العالم. وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقيادات التربوية والتعليمية في الدولة،
كرم سمو ولي عهد دبي الفائزين والتقطت لسموه معهم الصور التذكارية، وتمنى لهم مزيدا من الإنجازات العلمية التي تبني لهم مستقبلا واعدا وتعزز ثقافة الإبداع والابتكار التي ترعاها قيادتنا الرشيدة. دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم مقر بناة المدينة الدائم كجهة حكومية تابعة للأمانة العامة للمجلس للارتقاء بأداء الخدمات الحكومية المشتركة في الإمارة. وقال سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال الافتتاح، قال إن حكومة دبي على التزام تام بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرامية إلى تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين. ووجه سموه بناة المدينة بتحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي بنسبة 100% مع حلول إكسبو 2020 دبي، داعيا سموه جميع الجهات الحكومية للتعاون مع بناة المدينة وبذل أقصى الجهود لتحويل دبي إلى مدينة الخدمات الرياضية الأولى في العالم. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم بقاعة المدينة الجامعية حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي في دورتها 23. حضر حفل تكريم الفائزين إلى جانب سموه خول الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام، وسعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وسعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة اللواء مكتوم الشريفية مدير عام شرطة أبو ظبي، وسعادة العميد سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من القيادات التربوية والأكاديمية وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية لعدد من المؤسسات التعليمية وأهالي وذوي المكرمين. بعث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي برقية تعزية إلى معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي في ضحايا سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، والذي أسفر عن استشهاد 12 عسكرياً من القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني. أعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية بهذا المصاب، سائلا المولى تعالى أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء ويلهم ذويهم الصبر جميل الصبر وحسن العزاء. حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم حفل توزيع جوائز الموسم 21 للقرية العالمية وذلك في مدينة جميرة بدبي. بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات له عرض تسجيلي وضح أبرز المحطات في الموسم 21 والنجاح المنقطع النظير الذي حققته الوجهة حتى بعد دخولها في عقدها 30. ثم ألقى أحمد حسين بن عيسى الرئيس التنفيذي للقرية العالمية كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يعد عربون شكر وتقدير وامتنان من إدارة القرية العالمية لشركائها في النجاح على كافة الجهود المبذولة. بعدها قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم بتكريم جميع الدوائر والجهات الحكومية على جهودهم المبذولة والدعم الذي قدموه خلال الموسم لضمان أن تكون فعاليات القرية العالمية مميزة وآمنة لضيوفها. دعا برنامج خليفة لتمكين طلاب أقدر إلى التصويت للمشاريع الإماراتية المتأهلة إلى جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2017 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والذي سيعقد في جنيف يونيو القادم. في هذا الصدد أشار العقيد الدكتور إبراهيم محمد الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر في هذا أشار إلى أن التصويت يستمر حتى 30 من إبريل الجاري بمشاركة العديد من دول العالم،
وتأهل 345 مشروعاً هذا العام للتصويت، من بينها 10 مشاريع لدولة الإمارات وثلاثة منها مقدمة من برنامج خليفة لتمكين الطلاب. وأضاف أيضاً أن فوز دولة الإمارات في هذه الجوائز يعتمد على تصويت المجتمع، معرباً عن أمله أن تكون المشاركة الإماراتية كبيرة من خلال دعم الهاشتاج الخاص بالتصويت ادعم الإمارات بصوتك، وبالمشاركة على موقع أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. أوضح أيضاً أن البرنامج وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يشارك للمرة الثالثة على التوالي بثلاثة مشاريع: الأولى المدرسة الآمنة، والمشروع الثاني التعليم الذكي، أما المشروع الثالث فكان عن ثقافة التواصل الإلكتروني. افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مدرسة بئر علي بمديرية ترضوم في محافظة شبوة بعد استكمال أعمال الصيانة وتأهيلها بتمويل من الهيئة، وذلك في إطار مشاريع عملية إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية، خاصة دعم قطاع التعليم وتعزيز قدراته في المناطق المحررة في محافظة شبوة التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية. أكد عبد الله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح له عقب الافتتاح، أكد بأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة تولي العملية التعليمية في اليمن اهتماما كبيرا لما للتعليم من دور في عملية عودة الأمل وبناء الدولة من جديد. من جهة أخرى، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية منوعة على سكان مديرية ترضوم في إطار حملة إنعاش شاملة تشهدها المحافظة في شتى المجالات. تحسين الكفاءة في مشاريع البناء يعد من أهم المواضيع المتداولة حاليا في معرض سيتي سكيب أبوظبي لعقد العديد من الصفقات ليس فقط في المنطقة بل والعالم أجمع، ما يرفع من قيمة أداء الشركات العارضة لأبرز أفضل ما لديها أو لإبراز أفضل ما لديها من مشاريع خلال الأعوام المقبلة. للمزيد من التفاصيل حول المعرض في يومه الثالث والأخير نتابع مع الزميل الأيمن مصبح. أحييكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا المستمرة لفعاليات معرض سيتي سكيب 2017 في دورته 11. الكثير من الشركات جاءت اليوم للمشاركة في هذا المعرض المتميز لعرض أحدث مشاريعها الحديثة من ناحية معمارية ومن ناحية مستدامة. بعون من الله وقعنا الحمد لله 7 اتفاقيات أسواق مجتمعية بالإضافة إلى منزلين قوارب شاملة جميع الخدمات اللي يحتاجونها أصحاب المنازل أو القوارب. 7 أسواق تقريبا 80,000 متر مربع موزعة على 7 مناطق أو 7 مدن، منها مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط، مدينة خليفة، بني ياس، الوثبة، الشامخة. هذه الأسواق تقدم جميع الخدمات أو الاحتياجات اللي يحتاجونها أهل المنطقة، سواء كانت أسواق أو خدمات حكومية. القيمة تقريبا في حدود 600 مليون أو أكثر شوي من هذه القيمة. المنظومة الإلكترونية الموحدة أطلقت بداية هذا الأسبوع بشكل رسمي تزامنا مع معرض سيتي سكيب أبوظبي. نقدم في المنظومة 36 خدمة رئيسية و 98 خدمة فرعية، تشمل الموافقات التحضيرية للبناء مرورا بالتصاميم واعتماد التصاميم وتنفيذها على أرض الواقع إلى التفتيش أيضا. المنظومة هدف إطلاق جدا سامي، تسهيل الإجراءات على المتعاملين وأيضا دفع عجلة الاستثمار في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ بإذن الله تعالى. هاي طبعا مشاركتنا الرابعة بالمعرض بسيتي سكيب أبوظبي، والحمد لله يعني لاقت إقبال منيح من مستثمرينا اللي هم اوريدي معانا، وبرضه لقينا مستثمرين جدد والحمد لله لاقوا إعجاب بالسوق واللي هو المشروع الجديد اللي هو عندنا اللي هو إن شاء الله حنبني له الشركة عندنا، ولاقينا الحمد لله مستثمرين جدد وتم حجز يعني أكثر من 200 صفقة الحمد لله بنفس المعرض.
واحنا باليوم الثالث ونتوقع ان شاء الله المزيد، بما انه اليوم الثالث نتوقع المزيد ان شاء الله فيه. صفقات بملايين الدراهم، لا بل بالمليارات، جاءت من كل حدب وصوب للشراء والاستثمار في معرض سيتي سكيب في دورته 11 في العاصمة أبوظبي. هذه الصفقات التي باتت اليوم هي محط أنظار جميع المستثمرين في الدولة وكذلك العالم. من معرض سيتي سكيب في العاصمة أبوظبي، أيمن مصبح، قناة الظفرة. افتتحت شركة أدنوك لتوزيع محطة خدمة امطلان في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، ليرتفع بذلك عدد محطاتها العاملة بها إلى 39 محطة. يأتي افتتاح هذه المحطة استكمالا لتنفيذ الخطط التوسعية للشركة والهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة في مختلف مواقع دولة الإمارات. توفر المحطة من خلال موقعها الحيوي على الطريق الواصل بين مدينة زايد وأبو الأبيض على مدار الساعة منتجات وخدمات عالية الجودة، وكباقي محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع فقد زودت محطة خدمة امطلان بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة التي من شأنها تهيئة مناخ آمن وسليم لرواد المحطة والعاملين فيها والمنطقة المحيطة. العقار والبنوك يدفعان سوق أبوظبي للتراجع وسط السيولة المرتفعة، والقيادة تدفع سوق دبي للون الأحمر أيضا. نتابع. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الرئاسة، ينظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير في مقره في العاصمة أبوظبي معرض الحج رحلة في الذاكرة، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والمزمع أن يكشف الستار عنه في 19 سبتمبر 2017 احتفاء بمرور 10 سنوات على افتتاح الجامع وترسيخا لدوره الحضاري والثقافي. تكمن أهمية المعرض في تصويره عظمة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ومكانته في نفوس المسلمين وعظيم أثره على المجتمعات الإسلامية. جاء تنظيم معرض الحج في جامع الشيخ زايد الكبير باعتباره نموذجا فريدا للعمارة الإسلامية وصرحا ثقافيا رائدا عالميا، بحيث لا يمكن لزائر دولة إلا أن يزوره ويتعرف على جمالياته المعمارية الفريدة وحكايات إنشائه ومقتنياته الفريدة. يزور الجامع سنوياً 5 ملايين زائر، حتى بات وجهة ثقافية وسياحية جذبت إليها الملايين، ما أهله للحصول على المركز الثاني كواحد من أفضل المعالم العمرانية في العالم لعام 2016 وفق تصويت أجراه موقع تريب أدفايزر. جاءت فكرة المعرض تزامناً مع مرور 10 سنوات على افتتاح الجامع، ما يعزز من أهمية المعرض ومكانته بالنسبة إلى الجامع، كونه يعكس أهم ركن من أركان الإسلام ويربطه بذكرى افتتاحه حين أقيمت على أرضه أول صلاة فيه في عيد الأضحى المبارك عام 2007. الآن إليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.